اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي مع عدد من المستشارين الثقافيين بسفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين. وفي بداية الاجتماع أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعاون القائم بينها في العديد من المجالات ومنها المجال التعليمي وما تشهده المسيرة التعليمية من تطوير في كافة مراحلها. بعدها قامت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بتقديم عرض عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين وإجراءات قبول الطلبة الخليجيين فيها، كما قدمت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين عرضا عن الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها وآليات التسجيل فيها بالنسبة للطلبة الخليجيين، إلى جانب إلقاء الضوء على استحداث الجامعة لنظام الفتاة الدراسية الثانية التي تتضمن عددا من البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة والتي تتيح المجال أمام الطلبة للدراسة في الفترة المسائية. وتم كذلك تقديم عرض حول كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية وبرامجها الأكاديمية والآلية المطلوبة للالتحاق بها من قبل الطلبة الخليجيين. وقد أعرب المستشارون الثقافيون عن تقديرهم لهذا اللقاء. عقد اجتماع مع الأخوة الكرام المستشارين الثقافيين في سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، حيث أطلعتهم على أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم في مملكة البحرين بكافة مراحله، وتم التطرق أيضا إلى ما شهده التعليم العالي في مملكة البحرين من إجراءات عديدة الهدف منها المحافظة على تقديم أفضل البرامج الأكاديمية مع معايير الدقة التي تضمن مستوى مشرف للخريجين من هذه البرامج. وتم التطرق إلى البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكليات في جامعة البحرين وكذلك كلية البوليتكنيك، والإشارة أيضا إلى ما تقدمه الجامعات الخاصة من برامج أكاديمية متنوعة. شرحت حق الأخوة الكرام الخطوة التي أقبلت عليها مملكة البحرين من خلال جامعة البحرين في الفصل الدراسي القادم، حيث ستكون هناك فترة ثانية تتيح لجميع الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون وغيرهم والبحرينيين الالتحاق بالبرامج التي ستطرح في هذه الفترة وفق اشتراطات خاصة، والهدف من ذلك إتاحة الفرصة التعليمية لكل من يرغب فيها. الإيجاز كان متخصص في مجال التعليم والكليات في البحرين، وكذلك الآن كما سمعنا من خلال الإيجاز بالسماح للدراسة في الفترة المسائية، وحقيقة هذا الشيء جيد يبشر في توسع المجال التعليمي بالنسبة للأشخاص المرتبطين بوظائفهم في الصباح وبإمكانهم الآن يواصلوا التعليم في المساء، وهذه بادرة جيدة جدا من قبل جامعة البحرين. العرض المقدم من جامعة البحرين فيما يتعلق في الفترة المسائية هو اقتراح كان موفق واقتراح جيد حقيقة، أن يكون هناك فترة مسائية للدراسة للراغبين في الدراسة، فالآن عندهم فرصة جديدة ومكان جديد حقيقة، ويعني بمعايير سهلة وبسيطة وممكن أن توافق يعني ما بين العمل وما بين الدراسة. هذا يعكس حقيقة التقدم العلمي والأكاديمي المتميز لمملكة البحرين المهتمين فيه حقيقة على يعني على أعلى مستوى من جلالة الملك حفظه الله وولي عهده الأمين، يعني مهتمين في هذا الجانب التعليمي، وهذا حقيقة يسعدنا إحنا في دولة الكويت من التقدم الأكاديمي والعلمي في البحرين.